اليوم سي ان جور اكسيبسيونيل هو راس السنه وكما تشوفوا معنا تنوفروا للزبون ديالنا اشكال ديال الحلويات اللي هما على شكل دايرين اولا انترمي اولا ان فورم بوش ومن ناحيه الاثمنه ومن ناحيه لا كاليتي عندنا لا رابور كاليتي ميور سور لو مارشي زعما لو بري نقدر نقول لك تيبدا من 160 درهم ابوردابل وغادي وتطلع هذا النهار اكسيبسيونيل زعما سي ان جور سبيسيال تنوفروا كاع لي مويان باش نكونوا بري للزبون ديالنا كو سوا هذوك الناس اللي فيدال اللي تيجيو شاك جور اولا اللي تياخذوا الكاطو فان داني اجوردي يقدر انسان بسيط يتقدم عندنا من ناحيه لو بري راه كما قلت لك تبدا ب 160 درهم زعما غادي وتطلع وديك الساعه لي كليون تي عندهم لو شوا بيان سور لا كاليتي عندها علاقه بلو بري بويسكو حنا لا ماتيير اللي تنخدموا بها سي اون جينيرال لا ماتيير بروميير امبورتي سيغمون تكون لا كاليتي تتاثر على لو بري نورمالمون حنا في راس العام كلشي تيبغي يفرح براسو ياخذ شي كاطو مزيونه اي واحد تيبغي ياخذ شي حاجه اللي دو كاليتي غير مره تيبغي يدلع راسو شي شويه وصافي بمناسبه راس العام كنختار هاد لاباتيسري هادي اللي هي شيك بحال اللي كيقولوا بوغ لا كاليتي سورتو بوغ المذاق حيت مولفين عليه اي بوي راه كتعرف زعما انا ان توكا ما فام عزيز عليها لو شيك دونك هادشي علاش كنجي هنايا جاي نشري سورتو لي باتيسري باش نديرو ديسير على لا اوتور لي ديال الماكله غنشري حلوه عاديه بحال اللي كنشريو ديما تشيز كيك تارتو سيترون اكسيتيرا باش نفرحوا الجميع جيم بوكو رامني دي غاتو افيك موا دو ما ميزون بور مانجي افيك ما فامي اي تو انا كيعجبني هذاك ديال الشوكولا هذاك مذاق ديالو زوين انايا راه جاي باش نختار الحلوه اللي بغيت